مرة في بيتنا كان أبي جالس وحيد وإحنا ما في حسنا فوق التلفون تاكيد بعد جاي يقول لنا يا ولاد أبوكم وحيد استحينا كلنا قلنا والله ما نزيد بعد قمنا كلنا قلنا يا بغفر لنا جابلنا وحكي لنا كيف كنتوا أيام زمان قبل ما يحكي لنا قال يشتي مقلع عصيد قمنا نعصد كلنا وفعلنا أحلى عصيد نسيت قلنا لك تحكي لنا كيف كنتوا أيام زمان كنا في بلادنا في قرية في وسط الريف ما نعرف شي كلنا عن هذا العلم الحديث بس كانت حياتنا أحلى من حياتكم وأكلنا وشربنا كل شي كان نظيف كنا نكرم بعضنا جارنا يدي لنا وإحنا نعطي جارنا ما كان بيش فينا بخي وتساعدنا بيننا ليش بنقتل بعضنا وطلبنا من